بدي اكل شيء. اكيد هذا مسعود رح يبلش نقم جديد، مرتي رح تطلقني ومرتي رح تتركني وهالحكي الفاضي. خير خير ان شاء الله. سراب كيفك؟ لا والله انا ماني منيحه ابدا، انا كثير متضايقه بخصوص الشغل، بس شوفك بحكي لك بالتفصيل. سمرة انت كان عندك خبر انه عزراء رح تجي وتعيش معنا بالبيت؟ كيف؟ عن جد عم تحكي؟ هالبنت شو عم تحاول تساوي؟ والله ما بعرف، يمكن مرت عمي عم تعاقبنا بهي الطريقه بعد اللي صار، ما في تبرير للي عملته. والله ما عاد اعرف مين المجنون ومين العاقل فينا. والله وعملتي اللي بدك اياه يا عزراء، فهمتي هلا لوين هي بدها توصل؟ عن جد الله يصبر قلبكم على هالمصيبه. هلا ما عاد في شيء يوقفها، بس انتي لا تخافي من شيء لاني ما رح اتركك لحالي، رح ضل واقفه جنبك ماشي يا روحي؟ طبعا طبعا، خليكي هاديه ورايقه لنشوف شو رح يصير بهالقصه بعدين. تمام تمام، بنحكي وقت شوفك. يلا بوسات. شو هالعزراء والله ما انا قليله، حيه عن جد حيه. كيف؟ ان شاء الله عجبتك اوضتك. ايه عجبتني، شكرا كثير لك. تفضلي هدول لك كمان. شكرا، يسلم ايديك. ليكي انا ما بعرف لشو عم تخططي، بس استضافتك عنا ما رح تكون طويله بنوب عزراء، لهيك حطي اغراضك كلهم بقرنه وحده حتى ما تتعذبي لما تطبيهم وانتي رايحه. شو عم تساوي؟ انت منيحة؟ ايه انا منيحة خالة سكر. من اليوم هالبيت صار بيتك. بعرف انه انت حاسة حالك غريبة، بس مع الايام بتتعودي. وبما انك صرتي بنت هذا البيت، قومي اعملي لنا فنجان قهوة يكون غير شكل من تحت ايديك الحلوين، خلينا نشربه سوا. ايه ايه ماشي تكرمي. شو الظاهر تعودتي على البيت بسرعة؟ والله الست فريدة هي اللي قالت لي اعملي قهوة. فهمت عليكي. رح ترجعي تكملي شغل بالمطعم؟ ايه طبعا رح كمل. اعمل لك فنجان قهوة معنا؟ لا، على اساس اشتكيتي على مرت ابوكي بخصوص مارت، وصلتي لشي ولا شو؟ ما صار شي. بعدين قلي انت ليش هالقد مهتم بالموضوع؟ طالما متضايق مني لا تشغل حالك بقصصي. انتي ما بتهميني، يلي بيهمني مارت، بيهمني اعرف شو عم تعمل اخته كرمال ترجعه، مشان هيك عم بسأل. انا عم اعمل كل شي بيطلع بايدي جينك، بعدين هذا اخي الي، انت ما فيك تعمل شي بهالموضوع. والله جد؟ هيك صار الحكي لك؟ ايه هيك صار. شكرا على كل شي عملته معي من قبل، شكرا كتير، بس لهون وبس. ميليس ميليس بنتي لا تردي هيك بوش ستك. شو بدك يعني اقعد ساكتة امي؟ يعني هذا المطلوب؟ انا مع اني معصبة منها رحت زرتها بالمشفى ورجيتها قديشني ندمانة واعتذرت منها كمان، بس هي شو عملت امي؟ جابت البنت وحطتها بوشي. تمام بنتي تمام، اهدي. السبب اللي خلاها تجيب عزراء على البيت واضح كتير، موضوع طلبنا للتقرير زعجة. شوفي اذا عملنا ردة فعل قوية بنكون عم نساوي اللي بدها اياه، ما لازم نعمل هيك. ايه
أنا ماني عرفانة شلون بدي أتحمل هالوضع. أنا ما عم بطلب منك إنك تحبيها لعزراء ابنه، بس لما تكوني قاعدة جنب ستك حاولي تكوني هادية شوي. بس هاي البنت رح تروح من البيت، يعني رح تروح. إيه؟ لو سمحتي حبيبتي، يا روحي اصبري شوي وحاولي تكوني هادية، نحن ما بدنا نخسرها لستك. إيه؟